السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن الأخوات الأعزة، اليوم نتحدث عن الفعل الماضي الثلاثي. يسمى الحرف الأول من الفعل الماضي الثلاثي فاء الفعل، ويسمى الحرف الثاني من الفعل الماضي الثلاثي عين الفعل، ويسمى الحرف الثالث من الفعل الماضي الثلاثي لام الفعل. والحروف الثلاثة جاءت من كلمة فعل التي تقابل الفعل الماضي الثلاثي. للأفعال الماضية الثلاثية ثلاثة أوزان بحسب حركة عين الفعل، وهي فعل مثل خرج دخل مفتوح العين، الثاني فعل مثل سمع فهم مكسور العين، الثالث فعل مثل قرب عظم مضموم العين. وهذا نحن نقول الفعل الماضي الثلاثي. وشكرا لسمع هذا القواعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.